هذا دعاء خاص عن المرحوم الحاج نادر عيسى عبد الفتاح إخبارية أبو عيسى من قرية المشيخة رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز بهن عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء بروحك وباب رحمتك وباب ذمتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم قله من ضيق البحور والقبور ومرافع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضور وقلح مهيئون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل لله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.